يسطر التاريخ فتح البحرين كملحمة بطولية قادها الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الفاتح المؤسس لإمارة البحرين والمثبت لحكم آل خليفة الكرام في جزيرة البحرين وشبه جزيرة قطر. ملحمة بطولية سجلها التاريخ بمداد من نور وأحرف من ذهب. فتح جزيرة البحرين على يد المؤسس الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أو كما خلده التاريخ باسم أحمد الفاتح المؤسس لإمارة البحرين والمثبت الحقيقي لحكم آل خليفة في الجزيرة البحرينية وشبه الجزيرة القطرية. بهذا الفتح غير أحمد الفاتح مجرى التاريخ لهذه الجزيرة الصغيرة التي أصبحت بمرور الزمن كبيرة في دورها الإقليمي وعظيمة برجالها وأبنائها. كانت وما زالت هذه الجزيرة الصغيرة المميزة بحكم موقعها الاستراتيجي تواجه أطماعا مستمرة وتحديات لا حصر لها، ولكن بفضل الله وبالحكمة التي تتمتع بها القيادة الحكيمة استطاعت على مر التاريخ أن تبحر وسط أمواج متلاطمة لترسو سفن آل خليفة على شواطئها. خلف الشيخ أحمد الفاتح أخاه أميراً عام 1782، وفي عهده استقر حكم آل خليفة في الزبارة وازدهرت لديهم تجارة اللؤلؤ، فكانوا يذهبون إلى البحرين لشراء اللؤلؤ ثم يبيعونه في الهند. وخلال عهده الفاصل في تاريخ البحرين تصدى الشيخ أحمد لعامل الفرس واستطاع مع أهل الزبارة هزيمته هزيمة النكراء في معركة الزبارة المشهورة. ثم حرر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة جزيرة البحرين وعرف من يومها بأحمد الفاتح، وكان ذلك في 23 من يوليو عام 1783. وبذلك انضمت البحرين إلى ملك آل خليفة، فدخلها أحمد وعين عليها عاملا من قبله وجعل ينتقل ما بين الزبارة والبحرين وعاد إلى قطر. ومنذ ذلك الحين أحمد صار في أوائل خليفة.